انا لو تبقى معايا يا خراب. قلبي يا قلبي يا قلبي، وحشتيني يا بنت. والنبي وانت كمان عامله ايه يا بنت؟ ما وحشتيش ليا بنت اشوفك خالص. هو انت بقيتي تسالي ولا حتى بسمعت التليفون يا بنت؟ وانت غريبه تطلعي في اي وقت يا بنت. اطلع ايه، مش تسالي عليا ولا اي حاجه، واقعد اتصل 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 اتصل. ما فاضيه يا مش فاضيه خالص. عيالك طول الوقت يقولوا لي ماما مش فاضيه. والله ما فاضيه يا اختي، مش فاضيه يا اختي. وراكي ايه؟ استني بس استني استني، اصبري اصبري استني. ايه عايزه اقول لك؟ وحشاني وجاي اقعد معاك شويه. انا لقيت بوست. يا لهوي اصبري اصبري، هتقعدي بصي هتفتصي على روحك بالضحك. ياما مش التليفون ده معاكي ليل نهار؟ ايوه بس اصبري يا بنت اصبري، ده مش انا قاعده معاكي كل يوم. يا بنت بقول لك وحشاني. ونعم انت وحشاني كمان. بس اصبري وحشتني القهوه بتاعتك. حاضر هقوم اعمل لك قهوه. ولا اقول لك روحي انت اعمليها يا اختي، انت غريبه. ما انا عندي بني فوق. بقول لك وحشتني القهوه بتاعتي. حاضر هشوف. تعالي بقى كده وقولي الفنجان. تعالي استني فنجان مين؟ تعالي بس عايزه اوريكي اغنيه عمرو دياب الجديده، هوريها لك. يا لهوي ده من الليل ونهار ما بسمعش اغاني. يما طب اوريكي بص والنعمه بص حلوه هيعجبك قوي، هتفتصي على روحك يا بنتي. هو انا نازله عشان اسمع الاغاني؟ استني انا نازله اقعد معاكي. انا لو انت استني يا بنت انا نازله اقعد معاكي. بصي شايفه البوست ده؟ بص طب والنبي اقري. بصي والله يا قلبي انا ماليش في التكنولوجيا. طب نفسي في قهوه. ماما انا جعانه. حاضر يا حبيبتي. حاضر استني هوري بس طنطك حاجه. طنطك حاجه؟ البنت بتقول لك جعانه. بنتي اصبري سيبيها شويه. البنت جعانه يا بنتي شويه واقوم بقى. اصبري بصي بقيتي برضه كده من امتى؟ بصي بس ده بصي. شفتي دي؟ البنت بتقول لك جعانه. يا بنتي ما انا بقول لك اصبري. وانا بقول لك شربيني قهوه. شربك يا بنتي. انت غريبه. بقيتي بارده قوي. انت بس والنبي بس هوريكي حاجه ثانيه. استني استني استني. ماما احنا جعانين يا ماما. يا بنت اصبري يا بنت اصبري يا حبيبتي. البنت جعانه اهو، اعمل لها انا اكل. يا بنتي ما عملتش اكل. هتصل بجوز يجيب اكل جاهز. اصبري ما عملتيش اكل ليه يا بنتي؟ مش فاضيه، مكسله بيني وبينك النهارده. استني مش فاضيه. استني ما انا بشوف جوزي كل يوم جاي شايل ومحمل اكل جاهز من بره. انا بكسل مش عارفه ايه اللي جرالي. يا ماما الاكل اللي بره دوت انت ضمناه معمول من ايه؟ وبعدين هتاكلي عيالك كل يوم اكل جاهز؟ تاكل من بره. اسكتي اسكتي. طب ركي حاجه تانية وخلاص. يا بنتي والله ما معقول اللي انت بتعمليه دوت. ايه دوت؟ انت بقيتي انت على فكره بقى عندك لا مبالاه فظيعه. فين انت بقيتي بارده؟ بقول لك نازله اقعد معاكي ما بتعبرنيش. والتليفون دوت ما هو قاعد معاكي ليل نهار، جاب لك تخلف التليفون ده. والله عايزه ابطل. والله عايزه خلاص بطلي اهو يا ماما. ما بقدرش. لا سيبيه يا ماما. والله العظيم ما بقدر. ده انا بصحى من النوم. يا بنتك تقول لك انا جعانه تقولي لها هجيب اكل جاهز. قومي اعملي لبنتك اكل. قومي يا ماما. قومي يا ماما. جوزك زمانه جاي كده اهو، تعملي له لقمه حلوه كده. اخر مره عملتي اكل لجوزك كان امتى؟ انا فاكره باين الاسبوع اللي فات. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا ماما؟ ليه ياما؟ ليه البتاع دوت يخليكي يعني البتاع دوت يخليكي تنسي عيالك وجوزك واهلك؟ خلاص بالعني. طب خلاص يبقى بطليه. نفسي خلاص بطليه. تعالي نرجع. انت وحشتيني. نرجع زي زمان نقعد نرغي. اقسم بالله ايام زمان دي وحشتني. خلاص عايزه اتكلم فيه. مش عارفه. افصلي الواي فاي خالص. لا افصلي الواي فاي خالص. افصلي كده. لا ما تتفرجيش على حاجه تاني. انت دلوقتي تقومي تعملي اكل ودومي تعملي لي فنجان قهوه من الجميل بتاعك دوت ونقعد نرغي زي كده. يا لهوي اصمت منك. لا يا بنتي هقفله هقفله. ايوه شاطره. يلا هقفله. تعالي تعالي بلا نيله. يلا مفيش احلى من ايام زمان.